اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أختي الأعزاء موضوع ما أنت وحان وقتر قلني ما دام بالرمضان لصوم رئي خيرات بدن إن خيرك لقونا شكريه لنسي وضع مارتي أو لقوينين نفس الدين لا حساب تمه مارتي طاع دينه ما أنت لا يدين للجي هذا وطاع عدي ما أنت ما أركى يسالقو قصبه مارتي طاع عدي لوحن باره مركه وموضوع يعني حقه قذوين لكن إن شاء الله وسوكه بدونا بإذن الله تعالى مركه الشكر على النعم والازدياد من الخيرات بعد انقضاء رمضان ثم محاسبة النفس ومجاهدتها على الطاعات موضوع عصيان محاضرة أبحني مركوا أسكاء موضوع وعدي هو شاملة وسيدي النفط كرلو قادي لها ماركي كشيكين دون إن شاء الله إلهي وحنكر جينينا إنا وحق أن كقول إلهي حق أن وافجيه قصد كذا نؤوي هاي درع الله سبحانه وتعالى دين تعالى إن مارتي دتك أن كوانينه أننا إله سبحانه وتعالى أجرنا وقره ذاتك إخوة دقي سنة وهذا أما جوغة أما مقال مقال كدقي سندونا إله سبحانه وتعالى إنه كوانفع أولا إلهي وحكم هذننا سبحانه وتعالى أليه نوافجي صيام شهر رمضان بشي هذا الصور رافي ورمضان كإنا نصونه همينكي أن عبادتي يتراويح ذي قيام كي تهجد أن نقمنه قرآن كي الآخرية إن بضن إلهي حسكي سلبديه قف الباب وحي أو قاري كري أو بحيه قفكي أغير ومؤمن على الأقل في درده وبحنه كي كلنا هذا الصدقات كلا أيو صدقائي سنة الله وحن كبرنا سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أنه عبادات كاسنا أقبله ويتجاوز عن سيئاتنا وحي قلطات أو نقر عي أما رمضان كالحيس هاهات أما كهر هاهاته الله سبحانه وتعالى إنه نور عفو أيان رجيننا هذا مركا وحان نفتي أنه كبورنينا يولا لها مسلمين تونا دقي سنة وكو مقل دونبا إنا اندرنسينو شكرك إي الله إن لقو شكري فائد أيلاه أن الله أنكو شكرنا سبحانه وتعالى مركا شكرك أسوحير إنا انكهضلنا شكري ومحاتة هاي محات فائدة لهذا كل دتك واسك يقانين مارت والله نعميسا لو شكريو وهالله ما هذا نقا معنى هذا الله إن يتين نعمديس إن لا اعترافه مارتي مارتي لا اعترافه لا قنصد إن يتدتك وأجهين لكن حقا إن الكبار رجنا شكر عن حقا لك كان لو قد عربي أصل كسم حقوقها سيس لو شكريا حبن هاس شكر أو قلا و انتوس قيماء وشرعه ومارت وكل اجي هاي وموضوع عادي هذا مهمة اولا الشكر لغة عربي وحالقه كاني وحيدا عرفت شكرة الدابة هدي نافق حولها انتو داق وناكسن انتو عنه ومركا عيلك يقرح ذي مارت اي كم وقت بمعنى وحوي نافقا وحي عنه او عني وكم وقت وموجي وعنه ذو عنه عيلك سوى كم وقت سيدوك الإلماء هذه سفاعة لو كريو أي قراء ومارت مركز عيلك إنما ذي كم وقت يديقوناك يهوانك سفاعة مارت لو نفقيه والده كراء مارت يعني ولد شكور أما مارت يعني مرأة شكور معنى وحي نعمة للنساء كم وقت مركع على قضى الشكر وشرعه يلو قضى كده حيث وامحا
هذا وفير شكرك وحاجة قفك وحي أو داف صدق إنه موجي سما معناه إله هو إنه نعمة سبحانه وتعالى كون كان هو أبوري وأنا أرزقي وأنا أبوري مارتي وصوركم فأحسن صوركم وصفي عنا نوسوري وبن آدم هو مخلوقا نجي إنه كان هو قرحان بحيث أن ابن آدم كرامه حاوقه في الهدي اللي يراه حيوانات حتى قروح ذا القمة أما فرس أما ديارة قفك ابن آدم كوقف فالح الهدي اللي يراه ديارها لقاعده وشكل ديارها لقصي أما شكل فرس ما يرضى تاوح كتسين صحة قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ابن آدم وان كراميني صورده اللو أبو رأو كراميني وحاول أحسن الله سخري وحاصر أنبانكو كرامين مركا نعمة داس اللو أنو نعمي وإلهي نعمة داس أنو قلي وحاول نقرب عن نعمة دي إني نقم وقته أن موجنا نعمة دي سيدا نافك بهدي لعال في عيلك وقم وقته مركا هذا ألك لي سبحانه وتعالى نقم ربه انتان عنا دي عنا إنكو عيلنا إنان قرقر حونان إنان شلس نقولنا تاس إلهي مرهو موجنت النعمة قابك لو أربا تاس ألا واديده وحبر إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم إلى ما في قلوبكم إلهي سبحانه وتعالى ساو ديرتين إيا ساو عدهين إيا مارتي ساو قرقر حونتهين قيمة أقوم فرس الله سواتو أذيك تاس وحذي أسوق الكل هذا ما سيد لغو أبوري الله شغل كله أذيك مكلف مكتين ما هذا الدور لكن مدى أذيك اختيارك أذول هذا يحوي قلبك يا أعماش هذا إنا ذو ناجس المرك تاسوي مرك شكرك مرك وحوي نعمة إلهي أكون نعمي إن آثارتي ذي أي كام وقت ورادك ذي أي كام وقت إن عيلكم وجد سيد حوله وكلم ما وإن سكل أي كام وقت sida kale kaaga muuqana waa maxay waxa kaaga muuqanaysa midalan ina qalbiga aad ixtiraaftid nicmada ilaahay ku nicmay oo qalbiga uga ilaahay waa ku abuur adigoon jirin waxa da amalahood qadimtana oo allah u hormarisana aysan maartay jirin wax amalahood sameysan aysan jirin ayuu allah ku abuuray subhanahu wa ta'ala markuu allah ku abuuray هذا شرعي إيه وحي إيه نبي الله صادر والو كرامي إيه كلام الله الله صادر وإله سبحانه وتعالى أكو كرامي مركا وحرر نعمة أولا أقوه الرئيس أما مدى دي خلقك أبو رتاق إيه رزقك أما سي مدى وما أنت ماركيسة هداية قلبك هرت النعمة إنها تكعي ترافتد ونعمة قلبك أتكموجسي وقلبك أدرنتيد إله نعمة وكون نعمة سبحانه وتعالى تاسوا قلبك ومرك جهر إلا شكره مرك الله بعد وحوي عرب كاجي إيه لسان كاجي إني كصاد دع 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 تشكر جاس وترادي إله نعمة تاسوا إيه نعمة سي وان كوج شكرنا يا وان كوج مهدينا يا وان اعتراف سنة وان أقوله هاي أمرك أتبنانك أتكنتي وأنا مدو على أولي سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث نعمة الله سبحانه وتعالى وإلهي أوكسيي ماركتي نعمة الله إلهي أوكسيي سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث كشاكي أو موج ألا وإي نعمي أو حتى وحوي هدو إلهي حوالك سيئو أو غني الله أو كاده إنا سيدي فقير ومار دانتاي أمو قتمها نبي حول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا أنعم على عبده مغرد أن تظهر عليه أثر نعمته إلهي وحوج عليها هدو قف أدو مذي سكمذا أو نعميه نعمة ذا مرك رات كده يسامين تهذا إن مارت لقى أركو أي كم وقته أيو الله جعلها سبحانه وتعالى مرك لسانك مرك نعمة ذي وإن يكسب حضو اعترافه الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى إلهي با إسكال مهد بضا
oo barakaysan sida uu alla raali geli karta. Rabbanaa walaka alxamd mila asamaawaati mila alard, ilaahu adaa mahad iska leh, mahaddaasoo cirkiyo dhulka buuxisa, wamil alard wamila maa baynahma, cirkiyo dhulka inta u dhexeeda, wamila maa shiit min bacd, cirkiyo dhulka wixii ka weyn muggood oo wax laga buuxiyo mahad adoon. Ahla thanaa'i walmajd, adiga ammaan iyo sharafba adiga ahal u ah macnaa muta. Axaqu maa qaala alcabd, addoonku wuxuu yidhaahdo kulay laka cabd waaye, allahuma laa maanica limaa acطayta walaa mucdi limaa manacta, ilaahu waxaad siido wax maaragtay celi kara lama arko, waxaad mancisana qof qaadi kara lama arko. Macnaa ilaahay sidoo koonkan isaga maamulkiisa ula kal yahay, markaa qof la wadaaga iyo qof maanta ma arkaysa ku qashqashaadi kara inaysan maanta jirin. Marka nabigu markuu nicmo uu helana wuxuu dhihi jiray alxamdulilah, oo nicmadaas daahir nicmanimadeedu ay tahay, wuxuu dhihi jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam, alxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu asaalixaat, waxaa mahaad iska leh alihii nicmadiisu waxyaalaha wanaagsan oo dhan ay ku buuxsamaan. Marka wax kastoo wanaagsan nicmo alleh ku dhammaystirmaa. Haddii ay dhibaato ay ku muuqatana, kolley dhibaatadaas ilaahay nicmow ka dhigi karaa oo meel kaleu ilaahay kaa caymin karaa. Wuxuu dhihi jiray nabigu alxamdu lilaahi calaa kulli xaal, mar kastaba allah mahad iska leh. Sababta waxaa dhici karta inay adiga wax aada dhibsanayso oo musiibo ah aada u malaynayso ay kugu dhacdo, laakiin fii maa bacdu, xataa adigoo adduunyada ku nool aada ogaatid waxaas inay nicmo ku ahaayeen oo dhibaato ka maaragtay ka badan laga maaragtay celiyey. waxaa dhici karta adoo safar lahaa inaa jiratid, haddii jiro lahayna laga yaabo safarkaa inaa maaragtay ku halaagsantid ama safarkaad aada macaasi a ku geli laheed. waxyaalo badan ilaahay maamulkiisa waxba lagama og. marka saasaa loo leeyahay alxamdulillah calaa kulli xaalino, xaalada xataa marka aad dhibka tirsanayso allah subxaana watacaala meel unbuu kaa caymin kara. taas marka waa shukrigii oo lisaanka. shukriga jawaarixda xibnahana waxa weeye inaad amarka alle aada fulisid, wixii daaco alle oo kuu diro, towxiidka, salaadii, soonkii, xajkii, birilwaalideynkii, wixii wanaaga alle oo subxaana watacaala uu kuu diro inaad waxaa aada fulisid ood maanta ma arkaysa aada la timaadid. wixii macaasi iyo dunuubba alle oo kaa reebana subxaana watacaala aad markaas ka hartid wey, soo ma. marka taas waxa weeye shukrujawaarix, macnaha waxa weeye nicmadii ilaahay u ku siiyey ha u kaalmaysanin inaad xaqiisana aada ku layacdid, macaasidiisana aada ku samayso. sababtoo haddii aad aragga alle ku caasito, araggan ilaahay ku siiyey. haddaad awood iyo gacan aad dad ku caasito, dad aad dembi ku samayso, gacantan iyo xoogga ilaahay ku siiyey. haddaad shahwadaadii meel xun geyso, shahwadan iyo awooddan ilaahay ku siiyey waa kaa wada qaadi kara, markaas ilmana dhali karin, xalaashaadan aadan xataa waxba ka qaadi karin. marka inaad marka shahwadaada dhinaca xalaasha aada u bayrisid, u leexisid, oo marka aad xaaraanta aada ka leexisid. marka waxay la mid tahay u dhowdhowda mithaal looga dhigi karaa, walilahi almathalu lacla, qofka ilaahay intuu u nicmeeyey nicmadaas maanta macaasi u isticmaala. qof intuu qof ikhyaara u soo hoyday oo qofkii si fiican u marti qaaday oo gogol iyo guri iyo cunto iyo sharaf iyo maamuus uu siiyey, hadhow arkay qofkii ama gurigiisa xadaya ama xaasaskiisii iyo gabdhihiisii inamadiisii faduulinaya u arkay, qofkaasoo kale muxuu mudanayaa? markaba sharafuu mudanayaa. intuu ciqaabi karo qofkaasoo ciqaasooto waa marti aada kuu soo dhoweysay, markaasuu saqajaanida middii ugu xumeed ee dhegdilya oo rag uu ka qiiroodo uu qofkii uu ku kacay. marka tasawar, qofkii markuu ilaahay dhulkan kugu nicmeeyo uu ku marti sooro oo adoon waxba qadiman iyo camal uu ku keeno, haddaad marka macaasiisii aada la gasho, marka nicmadiina isagu uu kusiiyey markii uu ku karaameeyey ka bacdi, soo alla ma qiiroonayo marka nicmadii kaama siibay. walidaalika nabigu wuxuu noo sheegay alle inuu qiiroodo. qiirada waa annaga waxaan maseerka u dhahno, laakiin maseerka alle maseerkeena lamid maaha. wuxuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam, ina allaha yaghaar, ilaahay waa qiirooda, waa adduunkiisa addoonkiisa inuu xumi sameeyo wuu ka xumaadaa. waqayratullaahi, ma garatay an yaraa maaragtay inuu arko alle
أن يزني عبده أو تزني أمته أدون كيسي إنو زنيست أم أدون تس إنو زنيست تاسو الله أو كغيره ذا سبحانه وتعالى مرك أي معاصي واسداس أكلا هذا بهدي أي ساس أي تهي شكره محاد فضل الله ذا شكره مكان ذي سمحده شكره مكان ذي سوحاوي يبا وحل سوء أبورا رنبا وإلهي أضامض وأبورا وح أو كلو كربان لما أرك إنه كشكر يهوى مع العبادة يتوحيد كشكر يسوه سجله سواء شكر وحوي نعمة الله حنا اعترافت نعمة على الاعتراف كده وحوي الله كل جسقة أبورا إن أسقى حابد وعبادة يسوى حكسين مركا سادرتت إلهي وحير واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون هداد الله عبد إنسان أو عبادتيس أي هم إذن كتها الله سبحانه وتعالى كشكري مركا قف كان الله شكرين ما أسن عبد مركا عبادتي هذا إيه هم كاتها إنك الواحد يقول إنك شاكرتها ونعمة الله هذا موجز الله سبحانه وتعالى أدوميس وحوكو أمان شاكرين تها وأمان نبي الله نوح مركو شيكينا ربنا إسرائيل مركو أقل الشيكت ودا نعم بدانا الذين أقلنا ذرية من حملنا مع نوح تدكي آن نوح لحم بارنا ذرية ذي إلمه ذيبه معنى إلهي كو شكريا سبطاه نوح وحوها إنه كان عبدا شكورا أدون إلهي سبحانه وتعالى كو شكريا أيوه نبي قالنا عليه الصلاة والسلام مد آد وشكر بدن بوها سادرت وحلوم على محمد مركور أحمد بوها مد إلهي ما هذين بدن أو كل شكر بدن سو الله أم هذين أي فصار محمدا مد أسقي بالله ما هذي ومد سنة وحلوم على الحمادو مد آد يآد الله أم هذين بدن سبحانه وتعالى نبي يقول آد بو شكر جرا بل أنتو عبادتها منك قيام الليل كان سأد يأذ أقوم أو استأجو إلى لوجه سأي مارت يكدل دلاعان مركل يراهذو محاسا السجود بيس محوله جري أولا أكون فلا أكون عبدا شكورا أدون إلهي كشكرية ميان نقولين مركو حلو بها يا الله إنا كشكرنا سبحانه وتعالى سبطه نعمذي سأي آد يأذ أبضن ونوغ بدن هدي دون دين يؤديه بهديته فالله وحنا له سبحانه وتعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها نعمه الله هدي اعتراكوب كسمي ماكته واحد كوبي كتلما انت جيركا سو شقاي ارق اي بصرك اي هلبي انت سي وشيده اي مسكحد اي وحا سود مد هدو كليه كا استاغ دقاترته ايغ واخا قميقه قرش كو وحاند جهاز كان كادي ما أنت معرفي زي كليال، فالشقادو قاطو فيه ردو جبو، أنت أيكوا قادنا يا قرش في إسبتالي أنتاس، مركز إسبتالك وأدريم إن كنا وحن يقفت الأقطار كان يداوي، لكن إلهي عافمات كان نسي، وحل عجر من أنا قرب نسوق نوان عميني، ماكو شكرنا إنه، ولا يا، بن آدم كبن آدم كلا يا خلق خلا إنه أمه علي وقولي، لكن تيال ما أنت معرفي زي. إن الإنسان لربه لكنود ومد نعمدي سإنكره وقليل من عبادي الشكور أدومي ذا كوى الشكر ساء ونعمد على الاعتراف يا بسكير مركا نعمد على إن ما أنتم أركي ساء عن اعتراف سنة سوات نعمدي سحل سوكو بكرما نعمد على نوحى أقوين وحل إرادة نعمة الهداية هنونك يا أقوين إلهي أنوك هنوني مسلم كادي سجع عبده وصل مشرك كافر كادي ولبا أمة محمد كادي نبي وفضل بنا أنبياء خاتم أنبياء مرسلين على سخ أتباع سو كادي مسلم أو كادي دينتي وقدم بيسي أو ديما هدنا سو كو بيسي إلى قيام الساعة سعونس كتاب كيسي أو قعنت كاساري ونبي يسكو قصو ديبا كتبت أو شرف بنا أو علم بدنا وقم عجزنا وكرامات آدي آدوا ويما مرك نعمة الهداية حتى نعمة الخلق والصحة وكأوينت
ayadaana marka istaasho wax lagu farxo oo alla lagu mahadiyo oo maanta la qiimeeyo istaasho. Allah wuxuuna leeyahay subxaana watacaala, qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun. waxaad ku tiraa dadka ilaahay dheeraadka alla idin siiyo hidaayada iyo raxmadiis ha ku farxeen, ayadaa in lagu farxo mudan, ayadaana ka khayr badan xoolaha iyo waxyaalaha maanta ma arkaysaa la jamcinayo la aruursanayo. xoolaha inaad cuneeyo in kale iyo meelay kula gaarayaan ma ogid, laakiin waxa weeye diinta iyo hidaayada alle adduunyadana badbaadi kuu tahay, aakharana badbaadi kuu tahay. midda kale in iimaanka iyo khayraadka iyo daacada iyo xubiga alle subxaana watacaala iyo khowfkiisa iyo maxabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo rumayntiisa iyo itibaaciisa iyo salligiisa iyo dikriga alle in lagu farxo, macaasidana laga xumaado, waa qofka mu'minkaa calaamadiisa lagu yaqaano. qofka khayrka iyo wanaagga ku farxa, xumidana maanta ma arkaysaa ka yaqsooda oo ka naxa oo ka gubta. nabigu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka inuu mu'min yahay. waxa uu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam, man sarratu xasanatuhu wa asaa'atu sayi'atuhu fadalika almu'min. qofkii wanaag haddii alla waafajiyo iyo daaco ku farxo oo farx geliso, haddii xumi iyo qalad ay ka dhacdana ka xumaada oo ka qoomeeyo, qofkaas waa mu'min. sababtoo cagsigooda waxaa ah dad wanaagga aan jeclay, munkarka iyo xumidana ku farxa oo jecel. qofkaas marka waa qof mankuusa oo qalloocan isaga dhan dabagadisa. saa darteed alla wuxuu leeyahay subxaana watacaala, afaman zuyina lahu suua camalihi fara'aahu xasanaa. qof camalkiisa xun loo qurxiyey ee camalkii xun u arkaya inuu yahay wax wanaagsan ma la mid yahay qof ilaahay qalbigiisa islaamka u sharxay. afaman sharaxa allahu sadrahu lilislaam, qof ilaahay qalbigiisa oo islaamka u waasiciyey, islaamnimada jecel, towxiidka jecel, itibaaca nabiga jecel, maaragtay shirkiga necab, bidcada necab, macaasida necab, iyo qof xumidii loo qurxiyo shirkigu la macaanyo, bidcadu la macaanta, macaasidu la macaanta, isku mid maaha. marka in wanaagga lagu faro xumida laga naxo waa calaamatul iimaan. marka in wanaagga in lagu faro, yacni hadda ilaahay ramadaan loo waafajiyey cibaado iyo khayr, inaan marka aan ku faraxno waa laga maarmaa. shukrigu maxay tahay fawaa'idiis? maa hiya fawaa'id shukr? shukriga faa'idiis waa badan yihiin, laakiin saddex noqdo oo muhiimaan ka soo qaadanayna. saddexda noqdo oo muhiimka waxa waaye, awalan ashukri yubqii cala nicam almawjuud. nicmada markaas aada haysatid ood gacanta ku haysatid waa kuu baaqi yeelay. wayasiidu calayha, kaman wuu kordhinaya. soo laba maaha, tan saddexaadna wuxuu ku gaarsiinayaa mardaata allah subxaana, ilaahay inuu kaa raali noqdo. hadduu alla kaa raali noqdona daaru karaamati buu ku dejinayaa, soo maa. marka yaa ka weyn nicmada adigood haysatid, weliba kuu kororta adigoo rela alla gaartay. saddexdaba daliishoodii kitaabkii sunnadaa laga helaya. awalan midka hore waa qowlu tacaala, marka muuse yiri wa ita'adana rabbuk, ilaahay wuxuu ogeysiiyey oo iclaamiyey oo dadkoo dhan oo baray u ogeysiiyey oo dadka uu ku yiri la in shakartum, dadiiba haddaad shukrisaan. shukri macnaheeda waa ogaanay nicmada alle la muujiyo oo qalbiga laga ictiraafo, lisaankana maaragtay laga muujiyo laga qirto, jawaarixdana daacadiina la fuliyo, macaasidina laga haro, oo intaa xibnahaasba laga shukriyo. haddaa saa u shukrisaan nicmada alle aada muujisaan, la asiidanaku waa idiin kordhinaya. marka haddii la yidhi la asiidanaku waan idiin kordhinaya, waxaan ka fahmaynaa inay nicmadii hore ay joogeyso, sababtoo qof ma ku dhigi karta waxbaan kuu kordhinaa iyadoo wixii hore laga qaatay. ilaa ziyaada laa takuun ilaa bacda magarad, in wixii asalka ahaa haddaatan ra'sumaalkaagan kuu kordhina waxbaan kugu daraa waxaaga, maaragtay waxbaad soo iibisa qofa waxuu ku dhahay madaacada maaragtay waxaad soo waxaan kugu daraa.
macnaheedu waxa waa raasumaalkii ziyaadan ku siinaa soomaa marka ziyaada haday timaado laazim raasumaalka inuu joogo taa waxaan ka fahnay marka aayaddaas waxa noo faa'iideysay haddii la shukriyo nicmadii hore inay baaqi noqonayso haddana la kordhinayo kolle waxa saa sameyna waa shukriga oo daacada lagu camal falo macaasida saa darteed shaacirkii wuxuu dhahay idaa kunta fii nicmatin farcaha nicmo haddaa ku jirta diin iyo dunyaba nicmadaa ilaali iyo kaa baxsanin iska jir oo maxaa laga ilaalinaa macaasidaa laga ilaalinaya sababto daacadu waa kordhinaysa maaha fa ina almacaasii tuziilu nicam macaasida iyo dembiga nicmada ayay maanta ma arkaysa ay kaa baabiina amaa rida alla inay dhaxal siinayso fa haada daliiluhu ma rawaahu muslim min xadiidi anas anna rasuul llah sal allahu alayhi wasalam radia allahu canhu rasuul lah qaal ina allaha la yarda can ilcabd an ya'kula alakla fayaxmadahu calayha aw yashraba alsharba fayaxmadahu calayha ilaahay addoonka wuxuu raali kaga noqonaya intuu hal wajbo hal marqada ama quraac ama maaragtay casho intuu cuno ama biyo uu cabo hal mar oon gooy markaa alla uu ku mahadiyo lidaalika cadaabta dacaamka waxaa ka mid a an nusami illaha awalan ilaahay inaan ku maaragtay magaciisa aan ku maaragtay bilowno anagoo ku xalaashanayna oo ku barakaysanna ilaahay sababtoo cunnadan haddaad ilaahay ku magacowdo waxaa dhici karta ilahay inuu kuu barakeeyo caafimaad ka hesho cawnan calaa daacati illah ay kuu noqoto baynamaa haddaan isimka lagu magacaabin shaydaana wax ku laho waxaa dhici karta inuu naftii duqyaan uu ku rido oo markaas macaasidii iyo xaggaas iyo baktiga iyo shartii markaa u leexiyo markaa dhammaysatana inaad ku mahadiso si ilaahay uu kugu barakeeyo subxaana watacaala oo maaragtay wax khayr leh ay maaragtay kugu kaalmayso ridadii alana ay kugu gaarsiiso halkaa marka waxaan ka fahmaynaa shukriga cadamadiisa awalna waa annagii soo marnay ma garatay qofkaba waaba caabid oo ilaah caabudaa lama dhihi karo hadduuna shukrinba washkuruu lillaahi in kuntum iyaahu tacbuduun haddaadba alla caabudaysa nicmadiisa ictiraaf sababtoo cibaadada allah waxay tahay ictiraaf binacam oo igu weyn tahay ilaah isaga ay abuur ii nicmeeyey khalii actarifuhu wa uwaxiduhu wa ukhlis lahu alcibaad keligiisanaan cibaadada iyo daacada aan ku waxido oona cid kale aanan u sarfin ilaa qofka mushrigaa nicmadii alle ayuu cid kale u leexiyo saa darteed shukriga weynankiis waxaad arkaysaa ahlu jannada markay nicmadii ugu weyned u taam noqoto oo jannadii irideeda la joojiyo oo dhibkii adduunyada iyo fitintii fitnat almaxya walmamaat ay ka baxaan oo noloshii intay noolaan ilaahay khaatimo fiican iyo daaca oo ku sugo khaatimo fiican ay ku dhintaan oo islaamnimo iyo laa ilaha illa tawxiid ku dhintaan man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaha illa allah dakhala aljanna oo cadaabkii qabriga laga koriyey iyo sakaraatulmowtkii malaa'igtii raxmada ay qaabisho oo su-aashii maaragtay munkar iyo nakir lagu sugo oo yidhaahdo rabbi allah wa diin alislaam wa maxamedun sal allahu calayhi wasalam nabiyu allah rabbigay isagaan caabudi jiray diinta islaamka shareeco iyo dhaqan ii ahaad nabiga calayhi salaatu wasalaam isagaa qaa'idii ahaa isagaan rumaysnaa jaa'anaa bilbayinaat fa aamannaa bihi waatabacnaahu xaq uu noola yimid iyo xujaca waan rumaynay waan raacnay saas qofkii uu yidhaahdo oo ay tahana tafsiirkoodu qowluhu tacaala yuthabbitu allaahu aladiina aamanuu bilqowli athaabit fi lxayaati dunya wa fi laakhira ilaahay wuxuu ku sugaa qofka muuminka qowlka sugan oo tawxiidka adduunka intuu nool yahay khaatimo fiican u ku dhintaa ilaahay khaatimo fiican ugu dilo markii qabriga lagu weydiiyana waxaa weeye su-aashaasuu ka soo baxaa oo alla subxaana watacaala uu ku sugaa marka wuxuu ku fasiray xadiidka imaam ibnu kathiir uu ku keenay muslim uu ku fasiray inay tahay qofka muminka jawaabta qabriga uu ku jawaabayo oo uu leeyahay rabbi allah wa diin alislaam wa muxamed sal allahu calayhi wasalam nabiyi wa rasuuli oo dhahayo
تاسا لغو فسر قول تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلهي قولك سغن أدوين كسغا توحيدك إضاعة اعتقادا ولسانا وعملا إلهي نغسغ سبحانه وتعالى مقرا. أما بظالمين يضل الله الظالمين قفك ظالمك أن خير كربين أن توحيد سجيد أن سنة سجيد إضاعة سجيد وعلى قرر منه ها ها أقوله مركز أنا بقى ما تقالنا مركز سبحانه مقل جروا الرسول ميل دين لغو إيمان أما إيمان ميل محبة الرسول كي سنذيس اتباع سلوغة شاكين أما إيمان توحيد كي ميل لغة شاكين ما دين تنا ما أماني وكري غرفة الاسكاس كي يعاي خير كالية دقيس توحيد كي دقيس قيمة وفرد فلو كدر كاسا وقدر سوما هذا هو حماغا تتكو حي شيك شجر نبي وحي لشيك شجر لكن وحي سفعنه بي سوما ها ها أولي ها ها وحي صاقب وماغا وحي أبو يمر سمعت الناس يقولون شيئا فقلت له تذكى وحي شيك شيك جرين وحي مركوا أبو يمر وحي لماذا يقف بليدها هل سنوى جامعة أنبوك سورك هذا هو معلمك كلمات وكما قمقل جرين لكن هذا تعريفاتك يحساباتك يتطبيقاتك لبرتري وحي وحو كحسوس تلمار هذا وح مركو قربا وحي وح معنى المقصود سواته وح أو ضبط يما تنا هذا سمرك عقيدة أهان يعمل أهان يلسان أهان أو سب أنت وحي ورواقن أو سلبطين هذا وقرته وما جاي وحد هلدو أنت أو وح مركو ها وح حسوس ما وحي وقوينا يا مركو أنا وقت وح عجب الناس وما محوكوس كهار يا مرك سمعت الناس يقولون شيئا فقلت تذكر والله وحبي شيخ شيخ يا مركو احبان اسكر وحبي حين ما قال مركز لا دريت ولا تلوت وحنا ما بأغاتي ما قرت ووحد أغاتا لما أركو وح خير أنا مر عدد هل كاسا مركا مطارق دي يبرركي برتها ونارتها لو قراعيا والعياذ بالله مركا مراحشا صورنا إيا محصر كي مركي أهل الجنة موذان وجنة دي إرد استاغان حمد قيا كدادادا هذا الحمد لله وسقيم الله إن ماشى اسم الله الحمد لله بل أن صورين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين أهل الجنة دي مركي انت الله كحيه إلهي أنه قدر سبحانه وتعالى الجنة دي الهر استاجيه الله فر الجنة دي يدو صفر وبلقان ونعمة كجر وحي علي أركان ملائكة أتهني يدو إلي راض طيبة نقطين فادخلوها خالدين قال هذا النعمة يواناك يوحن إلي أرك لكن مقال قلبنا أنفسه لعن إيسان فلان مركي أركان يؤجيهين تبرتو ذي عمل كود إنه سكسو قارن سيد النبي عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا لن يدخل الجنة بعمله يعني توصناد أمر دواذو اسكد ضيء مارت إناد يعني توصناتان أو بغلك وبغل أما هديك لإناد مارت إناد رواتان أو معنى هدنا بقول كين كرين إن بدن كيان أو الدذالة نفي الشيطان لدى قالم هنقو سننو وحادو قاتان إنو قف وسن عمل كيس الجنة ذكو قل كرين قالوا ولا أنت يا رسول الله حتى عديقنا قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي أنا إلفتي ذكو مقل كرون هاي إلا إلهي رحمتي سنو قدبار الله مركو علم ذو حير هذا عملك سبب وين لكن جنكم جويكر هدوس الإلهي كوكبين سبحانه وتعالى مرك إلهها كبا يؤمنين سواء توقفكم مركو الدذالو إلهها قعن قواني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قفكم مركو الدذالو إلهها قعن قواني مرك أهل الجنة دي مرك هل كاسين عمدا سيتقال وقاعدين تبرتوا ذي ماشين سكوبا ألا سوكا المحيين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وحام هذا أسكاله
allihii maaragtay yaboohiisii iyo wuxuu nooga ballan qaaday nooga dhameeyey. Wa awrathana al-arda, dhulkan jannadanana dhaxal siiyey. Ilaan maaragtay dad badan, qof walbaba dhulka boosashir uu ku leeyahay meel uu ku leeyahay. Kii gaalaho naar gala oo camal usoo samaysan waayo, dhulkiisii waa la dhaxlayaa. Marka hadda intee naar gelaysa, waxaas wada ahlu naar noqday. Fircoon iyo Haamaan iyo kullu shaydaan, kulli zaman fi kulli makaan, dadka raacay waxa waaye boosaskoodii ahlu jannada dhaxlay. Alladiina yarithuuna alfirdaws, ay dhaxlayaan sababto booskii isaga loo qariyay intaasoo boos oo dadkoodii ay naar iyo shahawaad iyo qurun ay ka doorteen dhaxlayaan. Ma garatay? Wa awrathna alard natabawau min aljannati xaytu nashaa, meeshaan rabnaan jannada ka degayna. Fa nicma ajru alcaamil, marka macnaha meeshaas ku mahadinaya. Aayad kale markuu ilaahay uleeyahay subxaanahu wa tacaala, waladiina aamanuu wacamilu saalixaat laa nukalifu nafsan ilaa wusacaha ulaa'ika asxaabu ljannati hum fiiha khaaliduun, kuwa camalka wanaagsan sameeyey annagu naf kuma kalifayna waxaysan awoodine ahluljanna waay kuwaas. Marka ahlujannada marka raaxaadka ay dareemayaan waxaa ka mid a oo maaragtay markay nicmo iyo janno in dadkii walaalahooda oo adduunyada xoogaa garab xagagafta iyo xoogaa cuqad cuqad ka dhexeeya wixii baa la baabi'inaya, dadkii iyagoo isku saafi isku noolaanaya. Wa nazacnaa maa fi suduurihim min ghil, wax alla wixii xiqdi iyo isnacayb oo quluubtooda ku kala jiray waa laga siibaya. Walaalka saafi u jeclaanaysa jannaa lagala tajri min taxtihim alanhaar, ay webiyaalka hoos socod. Hadda markii qalbiga lagaa dahiro qof walaalka cuqda aadan u qabin, cadaabkii lagaa koriyo, riladii ilaahay qofka ay ku degtay allihiisa uu arkayo, waxaan muxuu ku gaaray? markaasay alxamdulillah qaaluu alxamdulillaahi aladii hadaanaa lihaada, ilaahay arrintan lagu soo hanuuniyo ayaamaha iska leh. Wamaa kunnaa linahtadiya, mana aanaan hanuuneen, lowlaa an hadaana allah, allah hadduusan hanuunin. Marka meeshaas meel ciyaar ciyaar lagu tegi karo, qof dadaalo uma ilaahay oo gacan qabta maahane, ma lahan. Ilaahay kuwa riboorkaas iyo mahadda meesha ka soo tabiyay allah naga dhigo subxaana wa tacaala. Niyada waa in la kaciiso, yacni jamaalka iyo halkaa waxaa ka dhacay iyo kam min alcaqabaad aa ka horeey ya annaga hadda waa noolnahay, kam caqabaad amaamana, yacni fitnatu lmaxyaana hortaan, geeridii wax lagu dhiman doono, qabrigii, maxsharkii ilaahay la isoo horsaaray, siraadkii, miisaankii, maanta ma arkaysaa kitaabkii gacanta la iska siinay, kul caqabaad ilaahay inuu kaa bixi maana subxaana wa tacaala. Aadan ka bixi karin oo kolley dadaal fara badan iyo ruclayn fara badan u baahan iyo inaan maarata waxba lala harin, laakiin xagaana hoos ka leegleegsanayna wax badana la harin. Allahu musta'aan. Mar kale ilaahay markuu ahlujannada ka sheekeeyey iyo khayrkay heleena wuxuu yidhi, wa aakhiru dacwaahum an ilxamdu lilaahi rabbilcaalamiin, hadalkoodii waxa ugu dambeeyey oo riboorkii ay soo tabinayeen ugu dambeeyey waxay ahayd, warka kusoo gebagabeeyeen, allah mahad iskale. Walidaalika waxaa lagu ilhaamina ahlu jannada tasbiix wa taxmiid, si khayrku ugu sii socdo oon dhibaynin. Ilaan ahlu jannada janno oo siday u galaan maku joogayaan, kullu yoom kullu usbuuc yasdaaduun, usbuuc kasta intay tagaan oo lasoo qurxiyo dabeyr ay kusoo dhabato yowmal jumca, ay ahalkoodii intii hore kasoo qurxoonaan. ilaahay allah subxaanahu watacaala agtiisa waxaa lama qiyaasi karo. Kulli yoom ambiyada nabigeena calayhi salaatu wasalaam, ambiya iyo saxaabtii ummadda, calaa xasi martamati, jamaal iyo wanaag iyo daraja loo sii ziyaadinayo. Sida nabigena calayhi salaatu wasalaam, yadullaahi mala, xadiidka muslim oo wariyay, gacanta alle waa buuxda, saxaa'u leyli wannahaar, hamiin iyo dharaar buu waa shubmaysaa. Ara'aytum maa anfaq mud khalaqa as-samaawaati wal-ard, ma aragteen buu dhahay wuxuu nafaqeeyey oo bixiyey ilaa cirkulku ku abuuray, fa innahu lam yagid maa fi yadihi shay'a, waxa gacantiisa ku jira waxay ka nusqaami karta lama arko. Masiid masiid masiid, allah hanoo sii ziyaadiyo khayr. Nabigeena allah ugu hormariyo daarul wasiil iyo kullu sharaf allah siiyo.
baabahum sal اllaه عalيه wasalam. Marka waxaad garanaysaa marka shukriga qiimadiisa. Qur-aanka shukrigaa lagu furfurtay suurat اlfaatixa alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin, ilaa ilaahay waxyiga soo dejiyey oo maaragtay caalamkan abuuray oo ruuxda lagu nool yahay keenay oo ruuxda waxyigaa keenay allah samaad iskale subxaana wa tacala, isagaa cibaada istaahil. Nacam, haddaba hadday saas tahay, shukriga waxaa ka mid a markuu ilaahay fursad fiican ku waafajiyey sida ramadaanka oo kale hadda, iyo waqtiyaal haddii ay kusoo martay ilaahay daaco iyo iimaan uu ku kordhiyey, waxaa la rabaa nicmadaas inaa xafidid iyo cibaadadaas oodan hoos usoo daadegin, inaa kor u fuusho maahan. sida culimmada Ibnu Qayyim ay yiraahdaan, waxay dhahaan qofka imaa an yakuuna fii sucuud wa imaa an yakuuna fii nusuul, inaad maaragtay kor usii socotid ama waa inaa hoos sii socotid. Marka haddaada kor u socon, waxay dhahaan laazim inaad tanaasulayso. Marka nicmo oo hidaaya haddaa gaarto, waxay dhahaan culimmada lama ogolaado inaa nicmadaas heerka aad gaarto hidaayada iyo khayraadka iyo acmaasha maaragtay oo daacada sunanka ah heerka iqtisaadiga inaa hoos uga soo lama ogolaado. Sababtoo haddii aad inaad hoobato u ogolaado, haddaw dhagax uu soo dhaco meel dhexmo ku isaaga mase dhulku kusoo hoobana, ya dhulku kusoo hoobana, marka nafta in dhulka lagu soo hobay lama ogola. Markiin cibaadada la sii wado oon ramadaan lagu goynay, sababtoo ah cibaadadu ramadaan kuma go-do, cibaadadu mowdka ku go-do. Allah waxa dhaha subxaana wa tacaala wacbud rabbaka xataa yatiyaka alyaqiin, rabbigaaga caabud ilaa yaqiintii mowdku ay kaa timaado. Marka waxaa aada looga cabsi qabaa dadka maaragtay awqaad mucayana sida ramadaanka intay daacada ku dadaalaan, kabacdina munaasabadii markay dhammaato khayrkii iyo xirxira ee hadhow jamaacadii ka hara, qur-aankiiba maaragtay iska ilooba, mawaaciddii iyo khayrkii iska ilooba, dadkaas marka waxay halis u yihiin inay khaatimo xumo ay ku dhintaan, walciyaadu billah. Walmuctabar fii umuuri din alkhawaatiim, khawaatiimta unbaa muhiima, khaatimada ilaahay xusul khaatimahan lagu dilo. Salafkiina iyo ambiyadii iyo waa ka fakeri jireen khaatimada. Shaydaankuna waxa weeye aada iyo aada u gaadmo badan yahay, dadka waxuu la gaadaa khaatimo xumo. Maalan kaba soo qaad qofkii inuu ramadaanka cibaadaysanaay, inay ajashiisii shawaal ama dilqacd ama dilxaj ayi shahri min ashuur ay, ee markaas ramadaankii intuu dadaalay cibaadadii uu isaga haray, ee isagoo qaflo ku jira oo daacadii ka tegay macaasidii dhexgala oo markaas shaydaan u yimaad. Markaasna waxaa ku rumoobaya xadiidka nabiga calayhi salaam yidhi, ina arrajula la yacmalu bicamali ahli aljanna xataa maa yakuuna baynahu wa baynaha ila dhiraac fayasbiqu calayhi alkitaab fayacmalu bicamal ahli nnaari fayadkula, xadiidkii ibnu mascuud xadiis. Marka qofku waxaa dhici karta u dhahay inuu camal ahlu janna uu camal falo, ee markuu jannadii u dhowaado kitaabkii loo qoray uu ka qaalim noqdo ee acmaashi ahlu naarka uu camal falo, oo markaa naartii uu galo uu khaatimo xumo ay ku dhacay. Cagsigana waa jirtaa qofkii inuu camal ahnaar oo camal falo oo aakhir mara uu isbedelo oo khayrka uu ku dadaalo ay markaa khaatimaan fiican ku dhinto, si dad badan iyagoo markaa rumeeyey, hore jihaadkii ka soo galay, hore ka dhintay, uu nabigu calayhi salaatu wasalaam camila qaliilan wa ujira kahiiran, in yarna waa camal falay, in badanna waa la ajar siiyey biabi humi sal allahu calayhi wasalam. Marka shaydaankuna aada ugu dadaala, taasina waa dhacda. Waxaa jira xadiisagana saxiixa ku yaala ee saxaaba iyadoo la dagaalamayo, markii wax badan la dagaalamayo guryihii loo soo noqo, markaasi waxay yidhaahdeen ininay ammaaneen oo waxay yidhaahdeen maa ajza'ana axad kama ajza'a cana, sidoo ninkaasi cadowga maanta nooga caabiyey nin nooga caabiyey mara magaciisatasha. Markaasna waxaa dhaha maa imnahu min ahli nnaar, maxaa kasha sheegaysa kaas waa baalunaa. Ninkii geesinimadiisii iyo soo dagaalka maaragtay yacni qayb uga qaadanaya iyo saxaabada la yaabo,
ninaa marka wuxuu rabay ninkii oo dabagalo oo yidhi anaa laho ninkaas oo meesha ku dambay anaa hubsan. Wuxuu og yahay rasuulka calayhi salaam saadiqul masduuq inuunan been sheegaynin, warkiisa uu xaq yahay, laakiin wuxuu rabay inuu xaqiiqatan u arko ummaddana usoo wariyo bal ninkaas xaalkiisa. galabtii dagaalkii lagu noqday, dagaalkii meel alla meeshuu carar waa ka daba carar, meeshuu istaaga waa istaaga, gaaladiisuu jaf 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 jafta uga hayay ayaa markii dambe dhaawac weynaa gaaray. dhaawaca markuu gaaray seefti intuu salkeeda dhulka dhigay oo halkaa afkeeda halkaa labadanaas dhexoo iska saaray oo seefti saas uga xambaar seeftiya kala goys wamaada saara idan qaatila nafsi sawma, qofka qaatil nafsigana wuxuu nahanawo ugala wax alle wuxuu isku dilay ma garatay. man wajaa nafsahu bisakiin fainahu maaragtay yajaa nafsahu bisakiin fii naari jahannama khaalidan mukhaladan fiiha, qofkii sumcuna fasumuu fii yadi yataxaasaha fii jahannam, u kabanaya khaalidan mukhalad, qofkii buur iska soo rida jahannamo buura ku taalo iska soo ridaya, qofkii isceejiya jahannamo dhex isku ceejiya isagoon dhimanaynin. marka cadaabkii iyo wixii uu isku dilaa lagu cadaabay ninkii ordaa yimid nabigu calayhi salaam wasalaam, ashhadu an laa ilaha illa wa annaka rasuulullah, sheer maxaa aragtay sir ninkii aasaas tir waa dabagalay khaatimihii saas ku dambaysa oo dhan. markaasuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam, ina arajul la yacmalu bicamal ahli aljanna fiima yabduu linnaas, dadka sida u muuqato laakiin marka dambe inuu khaatimo xumo uu ku dambeynayo, ama qofku ahlu naar camal ahlu naar uu samaynayo fiima yabdu linnaas marka dambena uu khaatimo wanaas ku dambeyntoo. marka alcibrada bilkhawaatim, waana ka baqi jireen saxaabada iyo culummada, waa ka baqi jireen khaatim xumad. waladiina yu'tuuna maa aatu waquluuban wajilatun annahum ilaa rabbihim raajicuun, iyagoo wax kastoo khayra samaynaya ayay baqayaan oy leeyihiin khaatimo fiican ma ku dhiman doontaa, camalkan fiican ma laga aqbala ma samay. marka in makriga all laga aamin noqdo oo khaatimada xun laga aamin noqdo waa min alkafla ka mid, waana shaydaanku wuxuu adeegsado inuu dadka uu qaflo iyo duulu lamal iyo tasfiifu tawba inuu waxyaalahaas uu ku mashquuliyo, iyo inuu yidhaahdo xaalkaaga waa fiican yahay amn min makri illaah, waxyaalahaasuu adeegsado wuxuu kule adigaa ku taaba kar daacadaada fuul waa heer saraata. marka wax dhibaatoo ku taal mu'minaataa marka dembi saasa ma lihid, yalla iska sac, taasina ma anfacayso. alla wuxuu yihi afa aminuu makra allah falaa ya'manu makra allah ila alqowm alkhaasiruun, makriga alle may ka aamin noqdeen, makriga alle cid ka aamin noqoto, macnaha ilaahay subxaana wa tacaala dulduleelow kaa hela daciifaata, hadduu rabo ku khudlaani kara adigu farahu kaala bixi kara, markaas ulkaa kusoo dhacee. marka qof khaasir un baa ka aamin noqday dadka wanaagsan, iyadoo ambiyada iyaga ugu cabsi badnaa, inii la aclamukum billah waakhshaakum low dhihi jira nabigu calayhi salatu wasalaam, inamaa yakhsha allah min cibaadi alculamaa, allah waxaa aada uga baqa kuwa cilmi u leh sababta ilaahay cadamadiisa iyo weynankiisa, iyo alla subxaana wa tacaala sida dadka maanta ma arkaysaa uu u yaqaano wixii khayr istaahil iyo wax kale oo qofka wanaagsan u gacan qabto, qofka aamin noqdan u khudlaani, waxaas oo dhan cilmi u leeyahay. marka aada u cabsanayaan subxaana wa tacaala, sababta addoommaa leeyahay, bal antum basharu miman khalaq yakfiru liman yashaa wayucadibu man yashaa, addoommaana maan abnaaullah axibaa sida ahlu kitaabka ay sheegteen ma jirto, qof ibni ilaahiya ma jirto. addoonna waxa waaye yujaaza, camalkiisa loo jaazaya. marka nata'adab maca allah subxaana wa tacaala, inaan ka adab qaadano ka baqno, taasaa loo baahan yahay. ama walaa yaqurannakum billahi alqaruur, oo dhaa shaydaan qatalaad baan allay idinku qatan o dhihin may may waa fiicantii waxbaa cid idin taabanaysa lama arko, ee hadhow camal xun iyo khaatimo xun ay markaas ay kuu soo baxay. wuxuu kaloo shaydaanku ku layacaa maaragtay beriyaa toobad keena, soo beridii u wado maydkii baaba imaana ma garatay waxyaalahaasoo dhan taswiifka iyo duulu lamal, hadda weli waaye cumri badanaa ku haray lixdan markaa toddobaatan markaa gaartay, hadhowna weli maaragtay xaaladada hadda xoogaa iska habay oo maaragtay dabir xaalaka bacdayn bacdayntaasa maaragtay ay arrintii ay kula dhammaanaysa. marka cali wuxuu dhihi jiray waxaan dadka uga cabsanaya
يعني هو الراعي طول الأمل سوته هو الراعي ذا حقي كان لحنيس طول الأمل نتوبة ذي مركز إيكو هالمانسين إيسا محيط يجرى العلماء ذو ذاتك آد إرجاقة أما مارتي أن ألابا كعبسا ورجاء كلي ألاك عابد الله وحلو بين الخوف والرجاء والمحبة إن لو عابد هذا الله جعل كبقاي نحرس قود الرينا ولي واحد أنا علم ماذا أنت أدناش هاي وحياتها ذي حق بنت جانب الخوف إن رجح ذي حق سارت مرك لكن سكراتك وجرد يسود واتو جانب الرجاء إن حق سارت مرك واحد يجرين من معروف الكرخي وحلو سووري وحيدهن رجاؤك لرحمة من لا تضيعه من الخذلان والحمق إن الرجيس دقف الله آذن أدعين إن حريستيسا وأدقن ما يمارتي أذن نفط هذا صوت الله وأنا عاسين سأن حريس رجينا يعني من لا المثل الأعلى نم بقرة هذا مالك سوق كعيس وأنت كن قتيد مارتي مالك سأمر ديد يمارتي معارضة أكو سميس مالك سجواسيستي سلو لوسي جورنا برينا او حقا باهن سو اوتغيسد نكاس لو مارت بقر كا وحكايش مرجين كلا ولا المثل الاعلى مركا ديلاي دينتي اسكوت تاقت حق اسكوت تاقت امدي شر سو مارت اد هرسيدت ان انا حرس رجينا واقل تاس الاله وكهل على لسان ابراهيم مركو قومكي سي او وعد خودا وحير أَإِفْكَنْ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ بين أذنك أضوابتين أود إلهيال كاللغتين إلهي سكودي ساد عابودي ساد يطريق بعض الشرك الكفر أنت الدين كاللغتين أهدنا وحاربتان إنا عانو إيا برواقعات كما شان وآخرنا أد لذي وافي عنا وطريق بعض الأسمستين فما ظنكم برب العالمين الله ما حكفر ليس مركات كفر الشركات ولا نقتين وحق اديس الله ما وصايا انه كغرال نكون ايدين دينا امالينسا ام لقي مركو عاد شرحي وحو دا تاسو كل ينطبق على اهل المعاصي قفكم انتم معاصيس بخت وكدرغو وهذا نوح كل وافعنا وحتابنا يمنا مركو خله تاسو كل كوتا تبلاي يقشن السيسي والهي مكرس كامن نقتي الله ما وحس إنه كوج ثوابنا يذكر الجينة إلى إله قانون النود جي قفكي وراك سمي إن لقى أبال مري قفكي وحمل سمي إن لقى أبال مري مركا شرع إجلس مركا كتب مدد وذا ولبا ولول إيو البهار إيو توبة إيو النقشة إيو علاع الأسك كوج جرنا سيد رتي حرقة لقى بحاس كتر فيسد مركا إله إنه ساو كوج دينا ما أملاهنا هاي فكان آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالم marka waxa loo baahan yahay marka in khayrka loo kala baratamo oo maarat yani aan daacada laga wehsan oo marka saba khayrka loo dhaqtamo allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala fastabiqul khayrati aynama takunu yati bikum allah jami'a khayrka u baratamo u kala dhaqtamo u kala hormara ilahi wa idin sabihna ya mal alla maasha joogta sama mal alla maasha joogta ilahi wa idin sabihna marka hadada wanaag aan sameysataan markii lagu soo bixiyo jazaa'uka hasan hadii kale xumad ay soo ma wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'udad lil muttaqin wa ha'udad diktan maghfira al magarat iyo jannawen adoo lagu dambi dhaaf waxba loo heesan beerana lagu dajiyo dambina lagu heesan ya ka way marka ucida lilmuttaqin marka muttaqintu loo dir macna muttaqin qowa nabiga waana gala dardaar wuxuu yiri adoonkan hadhayl sanina badru bi hadith muslima wari ba hadith abi hurayra badru bil a'mal as-saliha fitran ka qida'i al-layl al-mudhlim a'mash wa had kala hor martan fitna intaysan in ku iman mugdi oo qofki xaq ya badru sakal aqoona hatta dinuuhan ala aqoon معنى وامحي أعماش صالحة وحي كسين النور هذا هو حق يبادل كوكال أركت إيا الصبر إيا يقوم صبر هدوها يستو قفك شهواتكم اللي حكرا يقين هديوها يستنى
شبهاتكم اللي حكرا. ولذلك إلى محوله سبحانه وتعالى بني إسرائيل وحوله هاي آيدي سورة الكجرتي وجعلنا منهم حانكدقنا إمة ويهدون دتك هنونا بأمرنا محيكو قار إمام لماذا لما صبروا مركي صبرينا عن الشهوات وكانوا وحيها يعني بآياتنا يوقنون آيات كانوا كو يقينيو شبهات ما كو دعين شبهات ومبادئ دتك الدين تكا انحراف سالي هذا مبادئ حم سيدة شوعية بلاية بدعوين كقابطة درن ومارت سيدة الشيعة يا خوارتي بدعوين كقابطة درن ومارت دتك الدين تا فكرة حم سيس أما كفر آهات أما يقارسين بالعقل عنها وشبهات شهوات كانوا حواي ووحي حول حارانك حول الجعيل يهوين جعيل يمدحنا من الجعيل وقفك مركا الدين تيسي كفس هذه وشهوات اللي راه مر هذا وقفك صبر ليه هاي شهوات ما كذب أرده هذا يقن لي شبهات مس عمينس مركا أعماش مركا هرو كسي دداشد وحي كل حلسين يسا الصبر واليقين صبر كي يقين تي مركا هذو هذه فتنة الشهوة اعتماد ما فتنة الشبه إدافته مركب في عنا سارته ويكون نفسين يساوى مركب بادروا بالأعمال فتنة كقضاء الليل المظلم همين كمركب مقدقة فتنة ذو مركب نقطه حق يبادتك سكوة ريرا قفكين إيمان هر يقين هر يصبر أو سنة يسنن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ما أنت مؤمن وهاي شهوة أما الشبه هذا تري ذاتك يكون قادة صغير أما وحوي واقل أما مبدأ حنا قلدنا وقاتي ولقو تأثيري أما شهوات وحمارتي أيو لحق علي مركز لقو بادي وحين مثال كتهاي ومثال أن أغسمي قفك واختيالك مواسمت أعماش كده ذالة إيكا بعد كتغ سرمضان كي أوكالي شكر يا نعمدي كتغ ضد مثلا قف نلشي سلسوا كفاحي وحصوا برتي شقايستي حرفت قاري مال في عن طبع ذي نلل مستوى في عن ستاندر في عن قاري كوري في عن بابور في عن نلل مارتي حاسك نلل في عن يكلولين تعلين أساقنا مرتاحة نلشيس هير نارتي لما هذا أما العوريك ما أنت ماركي ساقاري أيضا واحد جائحة أما بلايس ماذا كتمت وح يمد بلاء صمد أوت يجكن أو سقي يسبدل شقدي تجاردي هدوها شقدي كسق زاج قاد يا خمرة يقولون وبرتي وحيد أما واقس عناي بابورك كم بيال عناي حالي كم بيال المهي أبادك واكلة تجين هير هدو وحو قاري أو قشن كم بيالها قمامات كقعن بالله عليكم إنسان كاسو كله نفتي سمد المهم مسمد من أدمي سمال حلم الجارسي أيده وح آفة سماوية كمان دبعت عقلي صح ما مدي بلا يكون من لكن سقى سببه إنه ساقط أو نقض هيركاس وجاره ممكن لما ينلشق في عن قراعة استندر كا إنه هير أو جاره حوالي سي لما أو يكرامه دي سو لمية مركض باهي أنتو قول أنتو أو قمامة ذكلا فلا فاست سو قفك سخرية من مضنا حقدرا قفك الى انتو ايمان يا طاعه يا خير سيي مركا اسو كدقاق خيرك دما فسقي يا بدعه يا بلايا غاري سدا ما انت ما اركيس خاتم حمو قدين مركا دد بدل نولل خوغا معان هيس ان سا اساقدنو هركاس ان غارمو اوغلي فكيف مركا درجدي الهي ونسي ان سغ ردينا مر هدبا حيالها لو حفيدي كرو نعمذا يطاع عذا وحاقوه ينسدح نقضوه مهما وكل هذا الكيان اللي كسوه جرت نقضوه وهرس وحوي المحاسبة نفتي أنا إنا لحساب تام سقف كده إسكا صاقل إسكا صابحه ودينتي سأوصل حساب قدر خشوع على صلاة سأو خشوع أنتي اللي أكتر أذكار تاد أنتي اللي أكتر صلاة إذا فرائل كسي أوجدتها سنة كنبيغا إنات راعد انتابي اللي أكتهي محرماتك إنتات كهارتا إنتابي اللي أكتهي سنة كإنتابي كقودتا كلها إنا ميزان إيكو سارينه يوميا وإنا حساب تنت هاي ما أنت سيئها تضم حسلات جماعة المقائقة تكتمي أقانكو تكري وح محرمو كجر مجرى قف محنتي
maarata qof xaaraan jidkeer ma taabtay, nadra xun oo qashina maanta ma arkaysa, ma fiiriyey, dad ma dulmi, cibaadadii ma ka tegey, sunnooyinkii rawaatibtii maxaad kala timid, witerkii, waxaasoo dhan waxay kaaga baayeen xisaab daqiiq. Marka culimmadu waxay yidhaahdeen saddex u kala qayb cibaadaadka: faraa'id iyo nawaafil iyo manhiyaadka. Waxaad ka soo qaadan nin baayic mushtari, ninka baayic mushtariga ra'asumaal ayuu maarata u gashanaya xoola. Hadafkiisa ninka ra'asumaalka waxa weeye, awalan ra'asumaalka inuu baaqi noqdo oo uusan cunin asagu, jawaa'ix kale iyo balaayo kalena aysan u imaanin, soo ma ra'asumaalka inuusan asagu gacan afkiisa uusan ku cunin oo baaqi noqdo, halaag kalena uu ka ilaaliyo xadid iyo maaragtay balaayo iyo waxyaalahaas uu ka ilaaliyo. Haddana waxuu rabaa fawaa'id inuu faa'iidaysto, fawaa'iddaas wuxuu rabaa qaar ka midana inuu cuno oo qarash ugu baxdo, qaarna inuu ra'asumaalkii u dhimniyo ayuu rabaa. Marka taajir markaa intaas haddii laga waayo inuu ra'asumaalkiisa uusan iska cunin faa'iid kasbado, wixii jawaa'ixoo dhibaataana uu ka ceshado faa'iidana uusan ku dadaalin, kam yaciisha hada taajir? Hadduu xoolo iska layaco balaayo halaaq, hadduuna faa'iido kasbano ra'asumaalka isagu uu yuubo, ma garad intuu cumrigiisu gaaraya. Marka waxay leedahay culimmadu, ra'asumaalku faraa'ishoo kale ka dhig, xaawil faraa'ishaad inaa waxba ka nusqaan. Ra'asumaal haddaan la kordhina oo faa'iid lagu kora isaga waad cune waa nuqsaama. Faa'iidadiina sunnooyinkii oo kale ka dhig, sunnadii sida fawaa'id biduuni faa'iida amay tijaara jire, sidoo kale sunna la-aan waa'id maxa, sababta waxbaa ka tegi kartaa berri qiyaamo haddaad sunan wadatid sida axaadiidu ku soo carto alaagaga xafida. Haddii kale faradkiia lagu qabsana daalaca loo raacana, mar qof ra'asumaalkiisa uu cunaya hadhow xali ag salaahaag dhamma inay iscuna iyo soonkaagii dhamma. Macaasidana waxaa isaga ilaalisaa la dhahay sida uga ilaalisay ra'asumaalka inay masaa'ib ay ku dhacdo halaagto, ilaa ra'asumaalka meelo fiicanoo hubanaad gelina soo ma. Marka macaasida ilaa macaasida camal an taxbada acmaalku antum laa tashcuruun, qofkii kaahin rumeeya intaas lagama aqbalo, qofkii khamra caawa 70 salaal intaas 40 sabax salaada lagama aqbalo, laa yazni zani xina yazinahu mu'min, iimaankiiba baabi'inaysa iyo acmaasha iska badhaaf. Marka macaasidaha sahlan macnaa wixii aad la timi ra'asumaalka waa xaq, sariqadii, zinadii, qatligii, wixii oo dhan iyo macaasidii oo dhan iyo cadam ta'adub maca rasuulillah sallallahu calayhi wasallam, cadam ta'adub maca allah, kullu hada camalka ka dhigaa. Marka inaa sidaas loo ilaaliyo qofka hamiin walba inuu yoomiyan isxisaabiyo, haddana usbuuciyan, haddana shahriyan, sana inuu isxisaabiyo, inuu iska warqabo. Khushuucaaga waa inaa xisaad, qur-aanku aga ma khushuuci jirta, adkaarta intay la-eg meeqa juse akhrin jirta, ilaahay arkee u laabatay, waxyaalaha oo xaaraanta ah ka dhowrsan jirtay inaad fiirisid, wixii ma u laabatay masooma aadan laaban. Haddii ku jira waa inaa iska goysid, maanta barnaamij gooso lacal xanaa lagu ibtilay ama nadra faaxish, subaxdii naftaada ul raacaysa, waxaad leedahay caawa inaan soo hayso, anaa waxba xamalin. Caawa haddaad soo hayso lisaanka hadhow berri ma noqonaa, usbuucaa soo khatimee bil marka dambe waa iska goynaysaa. Mar sunnooyinka sidoo kale maanta inaan sunnada baqo, masaa'ika markaan ka baxay, markaan ka baxayo nafta, marka haddaan saa loo ilaalin maxay waa tegaysa. Yani dadku waxay u maleyaan dadka culummada akhyaarta oo wanaagsan, yacni fi lqadiim waalxadiid, haddii la helaba inay yihiin un sida isaga abuurmeen, laa ma ahan dadkan muxaasabo iyo iska warqab bay ku dadaaleen. Marka taasna qur-aankaa sheego, alla wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala, yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llah walatandur nafsu maa qadamat lighad, naf walba waxay berri ay maanta ma arkaysaa u hormarsa ha eegto, marka waa muxaasabadiiba. Saa darteed dadkii waa xisaabtami jireen. Nabi wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam, innii la atuubu ila allah waastakfiruhu fi lyowmi 100 mara, ilaahay baan u toobad keenayaa oon dembi dhaaf weydiisana maalintii 100 goor. Yacnii toobadu meeqay goormay imaanay? Bacda almuxaasa imaanay oo qofka ama wuxuu tafriid ku sameeyey ama wuxuu ifraad ku sameeyey. Nabiga calayhi salaatu wasalaam anaga khaladkiisa uma jeen, laakiin cubuudiyadiis
oo adoon ma ugu sareey oo adoomada Ilaahay adoon u ah asaga waxa dhici karta inuu dareemo inuu xuquuqdi Alloo dhan uusan oofsanin oo marka uu dareemo shucuur binaqs ilaa adoon markuu Ilaahay isu eego waxa uu ka mudan yahay naqsiba uu dareemaya bal dadka fiicana naqsi dareemigo sooma laakiin annaga xumi nooga muuqata nabigeena calayhi salaam salaam cumar haminkii markay gaarto intuu ushiisa soo qaato ayuu naftiisa xisaabi jiray haminka maxaa samaysay maxaa kana samaysay saasuu dhihi jiray marka salafku waa ay ku badneed arintaas marka waxaa loo baahan yahay marka inuu qofku naftiisa uu xisaabtamo oo ku xisaabiyo calaa tafriidaha hadday gabood fal sameyso wayaluumaa calaa taqsiiri hadday gaab isar uu ku dagaalo oo hawada uu ka reebo camalan biqowli tacaala wamaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can ilhawa faina aljannati almawa soo dhowna insha allah cishaa meeqaa lad kada iyo ruuc miya labada wax yaraa dhiman insha allah nacam qofkii marka ka baqa meeshuu ilaahay berri isu taago haddaad berri meesha isu taagaysa aad ka baqdid waxay kugu xambaare meeshaas inaadan wixii aad ku ceeboobi laheedna inaad ka fogaato wixii aad ku karaamoobi laheedna inaad samayso marka taasa waxay keena marka wanaha nafsa can ilhawa naftiisa hawada inuu ka reebo macnaha daacaadkiina uu la yimaado muxuu mudanayaa fa ina aljannata hiya alma'wa nafsadiisa ayaa marka jannada ayuu u hayaadaya midda kaloo loo baahayna markuu naftiisa xisaabiyo haddau taqsiir ku arko inuu toobad keeno soomaa oo wixii gaabiyana oo maaragtay oo kamilo oo daacada wixii oo maaragtay macaasiyo oo korana markaa inuu ka takhaluso toobadiya meeshaas imaan toobadii markaas meesha haddii ay timaado naftan markastaba waxa weeye inta sidii dayaaradihii khadka la qabsiiyo ma ku soconayso oo khad intaa ma soconayso waxay u baahantahay warqab diyaaradda lafteeda khad kale iskama socodsiinaya hadha waxyaala khala imaan kara bayloodka inuu og joogo soomaa haddii maaragtay ee khadka ama ka dhaxda aba waxyaalo i yimaado waxba tacaaliim iyo waxyaalay leedahay soomaa inta khad kale iska sii daayo cibaadadan caado ma u noqonayso waxyaalaha ku imaanay dacf baa ku imaanay shubahaada shahwaada ku imaanay naaquuday u baahanta iyo darawalwada oo xariif ah ee maaragtay caqabaadka iyo meelaha ka-uudka oo adag mootiya u baahanta taas waa midda culimmadu u yaqaanaan almujahada culamaa tarbiya ama culamaa usuluuga la dhahaa ee maaragtay nafsada iyo doqonnimadeeda sidii loo kabi lahaa iyo si loo hagaaji lahaa aayadaha qur-aanka xadiidta ay kala dhex baxeen qaar hadda magacyaal kale ku magacaabeen oo khuraafaad dhinac kale dhex galeen laakiin culimmada toosan waxay dhahaan culamaa usuluuq ee nafsada sidii maaragtay loo tahdiibin lahaa ka shaqeeya ee ka qaata aayaadka iyo sunnada iyo tajaaribta oo salafka oo maaragtay kitaabka iyo sunnada waafaqsan waxay dhaheen ku magacaabaan qaabka nafta loo toojina almujaahad waaka imaamu nawowi kitaabkiisa riyaadu saalixiinka maaragtay baabu lmujaahada ayuu maaragtay uu ciwaan ka dhigtay oo waa maxay macnaha nafta in lala jihaado oo xaqa lagu toosiyo oo la xambaaro ma aan meel iska fariisanayso waxay u baahantahay xoog in lagu maquuni oo qofka uu naftii iska adagtaa ee maaragtay ninkala ibnulqayimna kitaabkiisa maaragtay majaaridku saalikiin isagana manzilatu lmujaahad maaragtay waxba ka qoray waa manzilo aada iyo aada muhiima adilo badanna qur-aanka iyo axaadiista maaragtay kule culamo marka waxay dhahay manzilahaas waxa waaye mujaahadadu waxa weeye wahay an yaclama almuslim inuu qofka muslimka ogaado anna acda acdaahi hiya nafsuhu alatii bayna janabay waxa ugu cadowsan inay tahay nafsada isaga labadiisa maaragtay labadiisa maaragtay midig iyo yani nafsada dhexdiisa ku jirta wa annahaa bitabiicatiha mayaalatun ila shar dabci ahaan inay sharta u leexsan tahay iyada dhanba faraaratun min alkhayr inay maanta ma arkaysaa khayrka ay ka cararto nacam ay mayaalatun ila shari faraaratun min alkhayri khayrka ay ka cararto amaaratun bisuu
xumidana ay farto sida alla ogdhaa subxaana watacaala isagoo yuusuf ama naagti kale ka xikaayoonay ibnu jariir waxa uu rajaxaa inuu qowlka yuusuf uu yahay oo tabaaducay tahay uu leeyahy wamaa ubariru nafsii ina nafsa lamaaratu bisuu aniga naftayda ma berriaayo oo yacni wasaawis iyo waxyaalahaas iyo khawaadir kama berriaayo sababtoo ina nafsa lamaaratu bisuu laakiin ilaaha iga celiyo waa ka adkaaday waa bitawfiiqi illaah nacam tuxibu waxay jeceshahay addaca waxa waaye toqonnimada iyo inay iska raaxaysato waalkhuluuda ila araax inay raaxada ay ku waarto oo camal ma ogola wa targabu fi lbataala baagamuudada iska jeceshaysan camal saalixa aysan qaban wa tanjarifu maca alhawaa waalshahawaat yacni shahawaadka iyo hawada sidii daad markuu ku soo baxo soo waxa meelaha yaalla saa uma qaado marka waxay noqona iyada damba daadka shahwada iyo hadduu ku yimaado wax daad qaada camalay noqono iskama celi karto haddaadan adigu aadan celin marka shahawaadku weliba caajilada walow ha ku jirtaba geerideeda waxay ku dhima laheed ku sunba ha ahaato marka waa un qof iska axmaqa ama ilmo yar oo maanta ma arkaysa haddoo wax yaroo nacnac u muuqdo oo dab ka sokeeya dabkan ma fiirina nacnacaas uu fiirina marka naftii marka adugu haddaada nacnacaada ka qaban dabka uu ka sokeeyo haddii hadhow meeqa sanad gubanay marka xabad nacnac muxuu kuu taraa markaas marka haddow marka qofka uu ogaado nafsadiisu inay saas tahay oo duqonnimadaas ay tahay waxay leeyihiin culummadu marka waa inuu ogeysiyo aclana calayha alxarb naftiis waa inuu weerar culus uu ku qaado oo hubka u qaato soo maaha ou goosto inuu duqonnimada naftiisa uu la dagaalamo iyo shahawaadka inuu ka baabiyo markaas wuxuu ku leeyahy markastoo ay raaxada jeclaato atcabaha hadday raaxa jeclaato wuu daalina haddow shahwada ay jeclaatana waa ka xarimaya waa ka joojina may uu leeyahy waidaa qasarat fii khayrin caaqabaha walaamaha hadday khayrka ay ka gaabiso intuu ciqaabo uu dagaalamaya maxay ku ciqaabi jireen maala nadra xun haddii uu fiiro wuxu kule intaasoo beri inaad soontid intaa sadaqaad inaad bixisid caawaran inaad quntid waxaa laay ibnu cumar salaad baa ka jamaaco ka tagtay ama maqrib waxoogaa dib uga dhacay haminkii oo dhan ayuu qumaa walidaalika waa tii aheed maaragtay waatbici sayi'ata alxasanata tamxuha qofka haduu qalad ku dhaco ama cibaado ku taqsiiriyo cibaadaad badanaa lagu kabaa ilaa qalbiga nuurku usoo noqdo oo maaragtay nafsadii ay edabsanto waxawaaye haddaad tiraahdo maalin walba ay iska marto oon lagu ciqaabin hadhow iyadaa ku hogaaminaya kama adkaan kartid laakiin haddaad marka ciqaabada aad ku ganaaxdid ganaaxa soo limaada loo ganaaxa baabuurta meel xul dhigta iyo limaada calashan qofku xataa yartadic adiga naftaada hadde marka inaad ganaaxdo adoo adi kale naartia lagu ganaaxa soo maa adiga marka waa inaad ganaaxdid oo edbisid oo maaragtay aysan kugu kibrin oo soo maa taas oo kale macnaha haddii uu waajib ka tago ama xaaraan oo korwa inuu wax cibaado iyo wax ku ganaaxo iyo sadaqo iyo taasna marka hadduu saa ula dagaalamo oo foojigan yahay oo soo jeedo naftiis usha u haysto waa martabada alla uu sheego markaa tawfiiqda alla iyo gacan qabasho mudana marka waa midda alla uu leeyay subxaana watacaala waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana kuwa jidkeenna iyo dariiqadeenna ku jihaada oo naf iyo shaydaan iska dhiciya ee naftooda xaqa ku xambaaro oo baadilka iyo shahawaadka iyo shirkiga iyo bidacda iyo macaasida ka dhiciya lanahdiyanahum subulana dariiqeenna toosana ku hanuunna sababtoo allah markuu kaa arko dadaal iyo hagaraan waa ku gacan qabanaya walaa alathru alaclaa bini aadamka wanaagsan waalidka ama ustaadka ama qofka raasixa hadduu arko qof dadaalayo jaad ah waa tashdiicinaa waa geesina gebila laga yaaba xataa xoolihiisa inuu u haro wax maslaxaana kama karabo laakiin xubuhu linusxi xubuhu lilkhayr ayaa waxay ku xambaaray qofkan dadaalayo oo maaragtay yacnii meel iska soo saaraya diintiisa iyo dunyadiisaba iyo aadaabtiisaba in oo marka uu ku tashdiiciyo walilaahi almathalu alacla isagoo arxama raaximiina haddii uu arko addoonkiisa xusul duubaayo oo dadaalayo oo khayrka ku dadaalayo towxiid ku dadaalayo sunnada nabiga ku dadaalayo calayhi salatu wasalaam daacada ku dadaalayo shirkiga iyo macaasiya bidcada iska dahiraya ilaahay waa gacan qabanaya
مركز قاعدة عام ونشر وحوله وإن الله عليه لمع المحسنين دتك محسنين تحسانك وحواي عبادة أوسي برفقتي الله سميه وايو سيدي قفك أصغو الله أركاي إله وعابده ومعاسير من الله كوجيدة كهر داعادر وإله كوجيدة إله وقوله واو الله كما قرسوني قفك مركو مرتبة أسقارو إله معيقس ومعية النصرة إنه مارت ولجر وقعان قبط وقرقارو نعم مركا قفك مسلم كأو نفتي سلجي هذا وحولجي هذا وحوي ما هنفتي سؤن عقابي طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى قرآن كي دين تشقى وما ندتكو عملها نفتي سؤن نبائي كلي ما هنشقى وما ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إنا كشقا وطلقمسو دجين القرآن وعبادة لما عبادة إله أنه دجي وفرائش ووحير الأول سنة مشروعة أو نبي أنه يغتغن وسنة اقتصادية لم يتمنى كرعا رواتب تهدان تكن وطرق لم يتمنى كو يتمنى إلى صدح شان قفل وحي تكن كرع وحادة هدي أو تكذ قرآن كبشي هدو جزء أو رمي والله هالك بالبختيم أقول أنا الله بدي بلاد بمر ثلاثة أيام من كل شهر هدي أو كصام حالي هدو زد كواتك أو مارت يعني وحير أو نسبة ير أو العجاء هذا أقول نبذنا وبقول كي والله بيا بركة بحيله يوحى كله صدق هذا أوله ما قرته بل وح بل وعدي سيا أو سيستا أجر مرك دين تواحد نبى ما لهم ب ما قرته انت انا مركا او عباده مقتصد كا اما واجب كا اما سنه انا وان تزكيه كو كنيس دائما انزل على تشقى الا تذكر لمن يخشى وحلو سديي انو ددك الله كا عبسناي او وانو يو حسوس يو مارتي هو قال انقم مر قفك و خو سكنا مركو نفس المجاهدين اي نفتس ان طيب نقطه قلبك يا قالب اي كر او كعب سي او امته كرامة الله سبحانه وتعالى ورلديس مركو ساء الجهادي ونفتس للجهادي وشيطان كان وحقوقها إنه يتدأب الصالحين طريق الصالحين إيقاد الجرين المؤمنين تصادقين مركا أو الرب إنه كضي ذو مددك نفتو ذا للجهادي الرسول كان أوهر عليه الصلاة والسلام أيضو الأقيه اللي يرى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر دنبي أقوى الغداف ليري أو هدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل كل استغاية إلى لويس أكد الدلاعة مركز شرع عائشة أتتكلف وقد غفر قد تكلف لهذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مسانا اسكت لبا يدو الغداف مركز النبي عليه الصلاة والسلام أولا أكون عبدا شكورا ميانا شكرين إلى شكرك وصامرنا أنه يبقي النعمة ويزيد عليها ويكسب رضا الله مركز نبيك مركز ساس لأقول دافه هذا نمركز ساس داعيس مزيد مزيد من الكرامات وهذا لو أنا قصام برني الله وحي أكتس هدوه بحيمانك كسب مليون 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 ودريا كرقوقان ما ينتهي ما عند الله نبيك أنا إلهي علمي وإلهي كراميس وقروف سنة سيدي أنه كلا جاهل ما أنا قحوما نقال مركز نتقاسع هذا ساس وكلا نبيك صحاب ذي صديقين تأنا قون أولهان لهي وحواي مارك أن تطلع إلى الخير ساسا أقول بسنة لها لكن جهلي يدقون مذينا أو حين هو كلفها إن أنا المضحة وكر قادنا سيدة أرئون قيلة إسكفهم فإن يعقار عناي أن مضح من هو سفور إلهي سبحانه وتعالى كره الله قال سيداس هذا كل أهيان أبو بكر يا عمر رضي الله عنه يا صحابة ذي وكلا سيداس وحراسي وذا أهيان مركا سوى كشيء كان علي بن أبي طالب صحابة وحوله هاي رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة ذي من أركوده هاي وما أرى شيئا يشبههم وحويقنا ما أركن كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا أيقوا بساسا أو بورل أو أيقوا دنمارتي أسفران نقض الشيء يلو إلا قفكم مركوا عبادة كدالو ليقي سردن وحواي خاص ونص قام وقتها مركا قفكم مركو لي جزء من عيلة قد جدودين يا حبنه السدة لكن مركو حاجة عاتوا ووجو أول ما عدا إسفرار ونقنا يلو عمل ونقنا
قد باتوا سجدا وقياما همينك يردن محيكو بريان وحير أنماها سجود إيا قيام يتلون كتاب الله كتابك اللي أخرين جرين يراوحون بين أقدامهم وجبالهم مراوح هذا محيو إسبدل يعني قفكم مركو قيام كصلاة دير أتاغين هاي عليس كس حقو فولا لغاها صوما لا أما أكدل دعدو قيام كدير هاي مركو سجود سنة سجودا نوضا لما أقول سجود دير أو قريبا من القيام لأنه قلت على سلسة البقرة النساء آل عمران أو أخري أو الحين سجود سنة قريبا من قيام مركو عليس كمركز محوصة وفولا ماذا حصوما إن كستو إلهي أمر كيس أي بسجود عاف ما تكن أوفي عنته إلهي وحك استبع أو شرعي حكمة كجرت سودكم أنت الإنسان أتاقيه ليك وحبا يمر إنه ماذا حصوات مركع عاف ما تبدنا وكجر ما قرأت كارهان تتك سجود سفع عن وصبنا سجود هذه سيدا نبي وصي لو سجود قعما حق الله ساره أو وجه أن أقولك الله ساره علاس قعما الله ساره مضح ما حنونه لكن عافماتك وهل أديك يا كوسا شما عبادة نواتها أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد قفك مركة أو سجوسين إلى لو يف أكثر من الدعاء لا نبغى عليه الصلاة والسلام دعاء بضيع فقمنا أن يستجاب له محل شايتك وحوي وجهي يلقوه إسكوب ده معناه وجهي مرة سجود يا بدن مارتي وساري هاي وجهي لوك ساري مرنا لقيه بروك هايست وكانوا إذا ذكر الله مادوا كما يميد الشجر مرك إلهي اللي حصه يعني عبسي درتيس أي لا يقدر ماد وحواي وجعل في الأرض رواسي أن تميد بكم يعني ألا تميد بكم أنا سدن ليعلي مرك قفكم مرك عبسي الله كبرته كبرته جلطرب جركيس أما وين تأي كبرته سما جوك 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 سما رها مرك قفكم عبسي الله كبرته marka sidii marka geed dabaylo qabsata amalo ruuxmaan cabsida allah ka jareysiinays wa hamalat a'yunuhum hatta tabulla thiyabuhum indhahoodana waa ilmeen jireen ila ay darka ay ka qoyaan marka dadkii waradaysay mujahadadoodii wax laga sheekeyn karmaan mawdhi'a waa mawdhi' muhiim ah jiddan oo qofka bin aadamka oo muslimka hadii uu si fiican u tadbiiqiyo runtii naftiisa wax un iimaano iska dareemahay yaani in naftiisa wax iska bedele oo ka dareemahay waa muwaadiic mid kasta muhaadaro laga sameyn karo laakiin maadaama ay is haystaan oo wuxda mawduuciye ay tahay shukrigii iyo toobadii iyo muraaqabadii iyo muhaasabadii waa wax amaliye isku dhex jirta walow mawduuc wax loo kala qaado ayaan xogaasa maarta isugu damjinay si qofku insha Allah ta'ala وقت ير ومارت يعني مواضيع ياس ومارت كفا إذا استو وهذا هو أركو علماء مواضيع ذاك هذا شو علماء السلوك شد أذكار إمام النبوي رياض الصالحين كي كتاب القيم ابن تيمية ومركز قفك وفهمه مجاهدة محلو قجيدة محلو قجيدة محاسبه شكر معاني سمحوية هاي وحاسودا ومواضيع له بهاي هاي إلهي مارتي أنا وأنفع سبحانه وتعالى أنت سيكون قابلنا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.